قصة جندي محكوم بأداء 16 مليار ونصف. أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش أخيراً الستارة على ملف جندي متابع بالارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والاتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها. وحكمت عليه المحكمة بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة ب30 مليونا. وقضت المحكمة وفق منطوق الحكم نفسه بأداء الجندي 165 مليون درهم أي 16 مليارا ونصف المليار سنتيم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع تحميله الصائرة وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.